بدري بدري تهاني كابتن. لا الوالد ما يقدر يقول شيء. هلا والله هالبركة. شلونك طيبة؟ اي منصور الحمد لله. الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد الحمد لله. ما زلنا في انتظار الكابتن منصور الأحمد يعني اتصال من الوالدة الله يخليها لك إن شاء الله. يلا يعني أجواء رائعة حقيقة يعيشها جمهور نادي الهلال اليوم يعني فيما يبدو الكابتن الله يخليها لكم إن شاء الله. ويعني حقيقة مباراة كبيرة مباراة لم يقدم الفريقين المستوى المأمول منهم في هذه المباراة ولكن يعني الأهم حصلتم عليه هو 3 نقاط وأخذ درع الدوري من أمام الاتحاد ومن على أرضه وبين جماهيره مثل ما فعل بكم الموسم الماضي. أول شيء نقول الحمد لله رب العالمين يعني هذه البطولة ذهبت لمن يستحقها مو تقليل فريق الاتحاد بالعكس فريق الاتحاد فريق كبير واليوم لعب مباراة كبيرة ولكن الحظ محال فالهلال حقيقة كان يستحق هذه البطولة. الهلال هذا الموسم يعني هو فرس الرهان حقيقة هذا الموسم 3 بطولات الحمد لله رب العالمين كسبنا 2 وخسرنا 1 طبعا الكل لامنا في خسارتنا في كاس الامير فيصل وكان هدفنا هو هذه المباراه حقيقه. لابد انه الجمهور يعرف انه الهلال في ايدي امينه ولا يخافون على الهلال. اليوم فرح الهلال فرحه كبيره بطوله الدوري وقبلها كاس ولي العهد وايضا هو لعب على نهائي ما خسر يعني فنقول الحمد لله رب العالمين يعني فريق الهلال ادى هذا الموسم موسم طويل وشاق الحمد لله رب العالمين نقول هذه البطولة وإن شاء الله نتمنى إن شاء الله المزيد برضه يعني ما عاد في الآن أي ضغوط على الهلال أي شكاوي أي شيء يعني كنت دائما ممتعظين منذ بداية الموسم يعني ونادي الهلال يشتكي ويشتكي والآن تحقق لكم ما كنتم تخططون له وهو الفوز ببطولة الدوري. حقيقة الكل يعرف بالنسبة لنا إنما يعني إن بالنسبة نشتكي أو ما نشتكي من حقنا كهلاليين أن نطالب بحقنا ولكن يعني مع الأسف أن هناك في بعض الصحفيين حقيقة يتصيدوا على منصور الأحمد يعني أشياء لم يطلبها منصور الأحمد عندما كتبوا في بعض الصحف أن منصور الأحمد يطلب من الاتفاق أنهم يتخاذلوا أو أنه يطلب من الشباب أنه كذا ولكن حق مشروع أنا بالنسبة لي أني أنا طالب حقي رضا من رضا وزعل من زعل يعني أنا هلالي وسابقة هلالي ودافع عن البيت الهلالي بكل ما يتيت من قوة ولا يهمني ما يقال بالنسبة للأخوان لأنهم زوبعة وإن شاء الله راح تزور بس ما أباك تكون زعلان أباك تضحك أباك تضحك بالعكس أنا دائما مبسوط وأنا أقول حقيقة جمهور الهلال يجب أنه يفرح ويفرح ويفرح ودام انه اللعيبه هذول موجودين داخل الملعب على الهلاليين ان يفرحوا كثيرا يعني شكرا. والله عندي اسئله كثيره شكرا. بس الوقت يعني مو في صالحنا لكن اتمنى لكم التوفيق والف مبروك.